يأتي أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هلعاً فزعاً جزعاً ترتعد طرائصه، فيقال: ما بك؟ قال: أخشى أن أكون هلكت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: لقد نهانا الله عن أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء وأراني أحب الزهو. فما زال صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعه حتى قال: يا ثابت بن قيس، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فتبرق أسارير وجهه ويقول: بلى بلى يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لك ذلك فلا تسل عن حالك. ثم تتنزل آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان رجلا جهير الصوت يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، عندها يلزم بيته ولا يكاد يخرج إلا لأداء المكتوبة. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يأتيني بخبر ثابت؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق هذا الأنصاري فجاء إليه فإذا هو في بيته منكس الرأس، فقال: ما بك يا أبا محمد؟ قال: شر والله. قال: ما ذاك؟ قال: تعلم أني رجل جهير الصوت، وكثيرا ما يعلو صوتي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمت ما نزل في كتاب الله، والله ما أحسبني إلا حبط عملي وأني من أهل النار. يرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، كان من أمره كذا وكذا ويقول كذا وكذا. قال: ارجع إليه فقل: لست من أهل النار، أنت من أهل الجنة يا ذلك. فيأتي إليه ليخبره فلا تسل عن المبشر ولا تسل عن المبشر ولا تسل عن الحال، حال وأي حال. وإذا به ينتظر تلك البشارة طوال حياته، يجاهد لله ويجالد لله، وينطلق من معركة إلى معركة إلى أن يصاب بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصاب كما أصيب المسلمون، ويرتد العرب فيكون في جند الذين يردون المرتدين إلى الله الواحد القهار. يوم جاء في المعركة ورأى انخذال المسلمين ورأى جرأة العدو، تحنط وتكفن ووقف على رؤوس المسلمين يقول: يا معشر المسلمين، والله ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئس ما عودتم عدوكم من الجرأة عليكم، وبئس ما عودتم أنفسكم من الانخذال لعدوكم. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم هب هبة الأسد الضاري، فانطلق معه البراء وزيد وسالم، فنشروا الرعب في قلوب المشركين، وثارت الحمية في قلوب المسلمين، فنصر الله المسلمين. وإذا به يخر صريعا على تلك الأرض ينتظر بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعلى عليين مثواه.